في موقع الهيئة نت نشرة تحت عنوان مؤسسة ميرسر بغداد المدينة الأسوأ في العالم للعام العاشر على التوالي. ونطالع في المدى قوات تركية تقتحم حدود الإقليم وتقترب من أربيل. نقرأ في موقع كتابات 15 عاما على غزو العراق حصاد الجثث. نطالع في الجزيرة نت عشرات الآلاف يفرون من جحيم الغوطة. ونقرأ تحت عنوان في العربي الجديد نائب رئيس الحكومة اليمنية على التحالف احترامنا وهادي لا يستطيع العودة للعدد. أما في القدس العربي المعارضة السورية تتوصل إلى اتفاق لإجلاء مسلحين من حرسته في الغوطة الشرقية. وأخيرا وليس آخرا في الحياة نطالع ترامب يهنئ بوتين على فوزه في الانتخابات ويقترح أن يجتمع قريباً.